السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي يؤكد في بيان صادر عنه المشاركة في الحوار السياسي المرتقب. مفوض الأمن الغذائي يمثل موريتانيا في اجتماعات للمكتب التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالعاصمة روما. هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تطلق برنامجها الخاص بالإفطار في نواكشوط والذي يستهدف 1000 أسرة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال بيان صادر عن حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي إن مكتبه التنفيذي قرر خلال دورته العادية المنعقدة بنواكشوط المشاركة في الحوار السياسي المرتقب. وأضاف البيان أن الهدف من مشاركة الحزب في الحوار هو تجاوز الوضع الراهن نحو ما سماه واقعا يتيح للجميع ممارسة ديمقراطية شفافة. يمثل مفوض الأمن الغذائي محمد بول أحمد سالم والمحمد رانا موريتانيا في اجتماعات مرتقبة للمكتب التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالعاصمة الإيطالية روما من 13 إلى غاية 17 من الشهر الجاري. وتأتي مشاركة موريتانيا في هذه الاجتماعات بعد أن اختيرت خلال الآونة الأخيرة كعضو في المكتب التنفيذي للبرنامج. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي والسالم أن التعليم العالي في موريتانيا يشكو بعض الاختلالات على المستويين العام والخاص. وتأتي انتقادات والسالم للتعليم في وقت يحتج فيه العشرات من أساتذة التعليم العالي بنواكشوط مطالبين بتنفيذ الاتفاق الموقع مع السلطات الموريتانية. نتابع المزيد من التفاصيل ضمن هذا التقرير. وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي والسالم يقول إن التعليم العالي العام والخاص في موريتانيا يشكو بعض الاختلالات. وانتقد والسالم خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط ما سماه غياب المعايير اللازمة في بعض طواقم التدريس لدى بعض مؤسسات التعليم العالي وكذا آليات اختيار الطلاب. هذه الإشكالية مطروحة، يعني هذه الإشكالية مطروحة ولا تعود من التعليم العالي فوضى لكن يقسم شهادات. وهذه الاشكاليه مطروحه ان ما هو في المؤسسات العموميه، المؤسسات الخصوصيه لا يمشوا نواكشوط وحدين معلقين بلاكارد عاطين ليسانس وماستر ودكتوراه. نمشوا لهم احنا للرقابه عندنا اداره ترقيه التعليم العالي المهني يقولوا لنا احنا عطيتنا وزاره عندنا رخصه من وزاره التكوين المهني. يعني هذه خلبطه ما في شيء ثاني، يعني في قدر العموم تعود مضبوطه وتعود. وتأتي انتقادات والسالم للتعليم العالي بموريتانيا في وقت يحتج فيه عشرات أساتذة التعليم العالي من حين لآخر في نواكشوط لمطالبة السلطات الموريتانية بتنفيذ مضمون الاتفاق الموقع عليه عام 2009 وكذا زيادة 2015. طبعا احنا وقفتنا اليوم تجي في اطار سلسلة الوقفات اللي قطعت لنا قدام الوزارات وقدام رئاسة الجمهورية. مازلنا دائما عندنا نفس المطالب لان ما فات تحقق اي شيء يسوى شنو، مازلنا دائما بنفس الوتيره لان ما ظاهر نعلن الدوله يا الله للي 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 نطالبوه به ظاهر انه يلا يعدل به اللي يلا يعود حق الاستاذ التعليم العالي واللي عاد فعلا متبارك معي اصلاحات يلا اصلاحات تبدا من استاذ التعليم العالي، لان اصلاح ما فيه استاذ التعليم العالي ما فيه اصلاح وضعيه استاذ التعليم العالي ما يقد يعود اصلاح 100%. يلا يفهموا على ان استاذ التعليم العالي هو محرك ذي منظومة التعليم العالي وأن أي إصلاح يلا يبدأ به هو. كما يطالب الأساتذة الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا خلال الأيام الأخيرة بنواكشوط وزارة التعليم العالي بالإشراك في الخطط والاستراتيجيات التي قالوا إنها تنتهجها دون أن تشركهم في ذلك. قالت رئيسة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن لالا بتشريف إن الحزب طوى صفحة من تاريخه وصفتها بالمظلمة. وأضافت بن تشريف خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن حزب الحراك تجاوز كل خلافاته عبر الحوار. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن يعلن عن طي صفحة خلافاته الداخلية التي قادته إلى أروقة المحاكم لأقل من عامين بقليل.
الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أكدت خلاله رئيسة الحزب الوزيرة السابقة والبرلمانية الحالية لالا بنت شريف أن الحزب تجاوز كل خلافاته ومشاكله الشخصية عبر الجلوس على طاولة الحوار. لا نطوي صفحة مغلمة، صفحة مخجلة من نضالنا السياسي غير طبيعي به للشباب. احنا سبب اشبارنا هنا هو الاختلاف في الآراء، الاختلاف وجهات النظر. من الطبيعي ملينا تختلف وجهات نظرنا من جديد، خاصة لأننا ما لنا طابين لأننا نقود، وإحنا طابين لا لكنا نقاد. من الطبيعي أن نختلف في فترة معينة. يا غير ملينا هو أعطينا رسالة مهمة للمشهد السياسي، لأن الشباب استطاع هو زاد أن يحل مشاكل يجلس على طاولة واحدة للحوار. الأمين العام للحزب وقائد الجناح المناوي لرئيسة الحزب قال إن الحزب بدأ صفحة جديدة من تاريخه السياسي وتجاوز خلافاته الداخلية بعد أسابيع من الحوار والتشاور، مضيفا أنه مقبل على حوار سياسي شامل، وأن ذلك يفرض ضرورة أن يتجاوز خلافاته ومشاكله الداخلية. الحزب الحراكي اليوم أطوى صفحة وفتح صفحة جديدة. حزب الحراك هذا اللي تعرفوا اللي كان موجود على الساحة السياسية وكان رقم صعب وكان معروف دوره اللي كان يقوم به، وكان هو العميد أحزاب الشباب. هذا الحزب يوازع قبل طريقة ما هي يوازع الحمايل بعد كنا نختاروا غير لا إله إلا الله. المهم أنه الحمد لله بعدنا مع أخوتنا وناقشنا معهم على مدار 3 أسابيع وتوصلنا لحل جميع نقاط الحراك، ونختار نشكرهم على نيتهم اللي كانت صادقة والإرادة الجادة عندهم أنهم يتقلبوا على مشاكلهم. وكان حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن قد شهد صراعا بين بعض أقطابه، وصل ردهات المحاكم وكاد أن يقضي عليه، حيث أضحى كل طرف يعلن تمسكه بالحزب ويعتبر نفسه ممثله الوحيد. وهي الصراعات ذاتها التي لا تزال تشهدها بعض الأحزاب السياسية في موريتانيا. أكدت إدارة شركة زيزد في رسالة داخلية بعثت بها إلى العمال استعدادها للالتزام بتعليق التغييرات في الضريبة على الأجور والكفاءات والعلاوات. واقترحت الشركة استئناف العمل دون التوقيع على هذا البروتوكول داعية إلى استئناف التفاوض في غضون أسبوع على أبعد تقدير. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. كشفت إدارة شركة تازيازة الجمعة لعمالها عن مقترحها لحل أزمة الإضراب العمالي الذي يصل الجمعة يومه 18 دون أن يتوقف أو يشهد تراجعا أو يفرض حلا مقبولا. وأكدت الشركة أنها واجهت تقليصا في إنتاجها طيلة أسبوعين، كما خسر العمال رواتبهم، وذلك بعد رفضها لمقترح من الحكومة الموريتانية بالحل. وأكدت إدارة الشركة في رسالة بعثت بها على العناوين الإلكترونية لعمالها عن استعدادها للالتزام بتعليق ما وصفت بالتغييرات المحدودة في الضريبة على الأجور والرواتب التي أعلنت عنها إدارة الشركة قبل الإضراب. واقترحت الشركة في مقترحها بأن تلتزم هي ومناديب العمال باستئناف العمل عند توقيع هذا البروتوكول، مردفة أنه يجب أن يستأنف تفاوض بعد أسبوع واحد على أبعد تقدير بعد توقيع الاتفاق المقترح، وتتعهد الشركة بأن يتم ذلك خلال أسبوعين على الأكثر. بيد أن المقترح الذي تقدمت به الشركة ينطوي على خطر التهديد بمتابعة العمال الذين شاركوا في الإضراب عبر التلويح باستخدام الإجراءات التدريبية، مع أن الشركة عبرت عن استعدادها لعدم تطبيق من الإجراءات التدريبية ضد العمال المضربين الذين استجابوا للمقترح المطروح. وكانت إدارة شركة كينروس تازيازد قد رفضت مقترحا من الحكومة الموريتانية يتضمن تمديدا للاتفاق الموقع بين العمال وإدارة الشركة عقب إضراب 2012 والذي انتهى في ديسمبر 2015، وذلك لحين توقيع اتفاق جديد بين العمال والشركة، ويقول العمال إنهم متمسكون بحقوقهم التي ينص عليها ذلك الاتفاق. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أدى 100,000 مصلٍ صلاة الجمعة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية صهيونية مشددة في مدينة القدس، خصوصا في البلدة القديمة. وقبل إقامة الصلاة بساعات نصبت القوات الإسرائيلية حواجز لمنع وصول المصلين وخلق عراقلة تحول دون أداء المسلمين الصلاة في أولى القبلتين. نتابع.
أدى 100,000 مصل صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية صهيونية مشددة في مدينة القدس خصوصا في البلدة القديمة. ونصبت سلطات الاحتلال الحواجز على الشوارع والطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى وقامت بالتدقيق في هويات المصلين. من جانبه هنأ خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة المصلين بقدوم شهر رمضان المبارك والصلاة في المسجد الأقصى رغم كل الآلام والمعيقات الصهيونية التي وضعت أمام المصلين للحد من وصولهم إليه، وقال: يا من وفدتم إلى الأقصى، إن وجودكم ورباطكم هو الذي يحمي أرضكم ومقدساتكم ومسجدكم، لقد أثبتتم للعالم أجمع أنكم أصحاب الأرض ولا ينازعكم فيها إلا ظالم. وأكد فضيلته أن ضعف الأمة الإسلامية هو الذي شجع الاحتلال على السيطرة على الأرض المقدسة داعيا إلى التمسك بدين الله لأنه طريق العزة والتمكين، كما دعا المسلمين إلى سحب أموالهم من بنوك أوروبا وطالب بإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال داعيا أهل فلسطين إلى الصبر والثبات إزاء الاعتداءات وممارسات الاحتلال، كما شدد على أهمية تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام والاعتصام بحبل الله، فالمسجد الأقصى يشكو ظلم الظالمين كما جاء في تعبيره. وكانت سلطات الاحتلال منعت صباح اليوم الجمعة آلاف المواطنين الفلسطينيين من دخول مدينة القدس التي تشهد توافدا من مختلف محافظات الضفة الغربية لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط تشديدات أمنية إسرائيلية. وبحسب وكالة الأناضول فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الرجال دون السن 45 عاما من دخول القدس رغم حيازتهم تصاريح خاصة طبقا لقرار حكومة الاحتلال التي فرضت قيودا على دخول الفلسطينيين إلى المدينة عقب مقتل 4 صهاينة في عملية إطلاق نار نفذها فدائيان بمدينة تل أبيب. وكانت أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الخميس أنها ستنشر الآلاف من عناصرها في مدينة القدس اليوم الجمعة كونه سيشهد وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى. أطلقت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية برنامج الخاص بإفطار الصائم في نواكشوط، وقالت رئيسة مكتب الهيئة بموريتانيا مسعودة بنت محام إن عملية الإفطار تستفيد منها أكثر من 1000 أسرة محتاجة، وتتضمن التوزيعات المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في موريتانيا خلال شهر رمضان المبارك. هذا البرنامج هذه السنة يستهدف أكثر من 1100 أسرة موريتانية محتاجة. المواد المقسمة هي المواد الأكثر استخدام في هذا الشهر الكريم اللي هي السكر والتمر والحليب والطحين والشاي طبعا واللي مستخدم حتى عند المجتمع الموريتاني. والعملية متواصلة الحمد لله إلى حد الساعة، تم التوزيع لأكثر من 456 مستفيد وتتواصل العملية الحمد لله بدون مشكل. طبعا أشكر السلطات الأمنية اللي واكبتنا في هذه العملية والإدارة بصفة عامة، وطبعا الشكر موصول للخيرين من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، وإن شاء الله الهيئة عندها العديد من البرامج، هذه من برامجها الموسمية، عندها العديد من برامج منها البرامج الهندسية. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي يؤكد في بيان صادر عنها المشاركة في الحوار السياسي المرتقب. مفوض الأمن الغذائي يمثل موريتانيا في اجتماعات للمكتب التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالعاصمة روما. هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تطلق برنامجها الخاص بالإفطار في نواكشوط والذي يستهدف 1000 أسرة. يمكنكم مشاهدي الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.